ايه البهجه دي؟ ايه اللذاذه دي؟ ايه البهجه الحلوه دي؟ انت عارف انا اكتر كوبليه بيعجبني في البدان؟ سيبوه انا عايزه حي. سيبوه انا بحس يا راجل في حكمه ما في الحكايه. سيبوه انا عايزه حي، يعني بحس كده قد ايه في فلسفه طبعا في عمق. وان كانت انا بتعجبني بقى حته ايه، وان كانت وان كان لو كانت بالكلام انا سمعك الكلام. لو لو شوف انت نمره كام وانا نمره كام منك بكام، والكام منك بكام. انا من غيرك تمام، بس انت مش تمام. مش رايي فيك لوحدي يا حبيبي، ده راي عام. راي عام يا سلام. كليه اعلام يعني تحس كل الكلام. تعالى لي بس وانا يعني اظبط قوي الحكايه. جامده جدا. ايه ده حبيب قلبي؟ إيه ده؟ والله العظيم حبيب قلبي. حياتك اتغيرت ازاي يعني دلوقتي؟ اكيد يعني بتتنقل بالنجاح لنور اكتر. دي حقيقة. فلوس اكتر. نجيب لك النهارده، نجيب لي كم واحد عشان يعني على قد اداء عشان اقول عشان سلوكك لاخر اليوم يعني طول ما انت ماشي كده. دي عشان الفرقه دي برضه. دي عشان الفرقه والله العظيم. هيضحك عليك يا تغبوش. كله بس الاولى بتاعته. عارف عادل امام لما قال له انا جايب خيارايا؟ كله بخيارايا. دي خيارايا ليكوا كلكم. كله ماشي. اوعى دلوقتي حياتي اتغيرت لاحسن بكتير، بس انا من نفسي مش مطمن اكتر بكتير. حلو. كن خوافا. بس لا بس كن قلقا. دي حقيقه. بس الموضوع اقلق. انا لغايه دلوقتي بقلق. بقلق كل يوم. انت مش محتاج. بقلق. ثانيه واحده بقى عشان ارجعك. بقلق عشان دي عجبتني. بصراحه انك انت بتقلق دي حاجه. ورجعنا الفلوس بس ال 200 ها خيارايا.